تكلمنا قبل عن طريقة طلب خدمة ترقيم الإبل اللي من بعدها تستطيع الحصول على أي خدمات أخرى. لكن البعض يتساءل، كيف إذا بعت حلالي أو شريت كيف أنقل الملكية؟ الأمر بسيط، جهزنا لك العملية بطريقة إلكترونية وسهلة جدا. كل اللي عليك تتوجه إلى موقع الوزارة، ثم تضغط أيقونة خدمات الأفراد، تنزل إلى أسفل الصفحة حتى تصل إلى قسم الثروة الحيوانية، ثم تضغط على إظهار أكثر وتظهر لك قائمة بالخدمات، ومنها تختار طلب ترقيم الإبل. قم الآن بتسجيل دخولك وستظهر لك أرقام إبلك المسجلة. من أيقونة الخيارات هذه اضغط على نقل الملكية، والأجل تنقل ملكية إبلك لابد من إدخال رقم هوية المشتري، ولازم يكون المشتري مسجل مسبقا في بوابة الوزارة، وتضغط على بحث عشان يظهر لك اسمه في قائمة المالك الجديد وتختار اسمه. أما خيار إضافة ملف هذا فهو اختياري، يعني تقدر تضيف من خلاله أي مستند يثبت عملية البيع إذا رغبت، مثل صورة عقد البيع أو الشيك أو غيره. لإتمام العملية اضغط على طلب نقل ملكية. عند نقل الملكية ستظهر لك حالة الطلب بأنها تحت الإجراء، يعني أنها بانتظار قبول المشتري لطلب نقل الملكية أو رفضه، وتظهر في صفحة المشتري لقبول طلب نقل الملكية أو رفضه. وعند قبول المشتري لطلب نقل الملكية ستتغير حالة الطلب لديك من تحت الإجراء إلى تم القبول، وبكذا تكون نقلت ملكية إبلك للمشتري بكل يسر وسهولة. ترقيم الإبل.